لقاء بدار الفتوى لنواب السنة جلال بالشمل، ما راح تحضري؟ طيب أنا أول شيء بدي عجد فضل. عبر عن احترامي لكل المرجعيات الدينية ولكل الأديان. وصح أنا مسلمة وأنا جيت من مذهب سني ومسلمي، ولكن هيدا العقيدة ببيتي ببيتي الخاص، أنا مارس عقيدتي إسلامي وكل هالأمور. برات بيتي لو مش نايبة، أنا مواطنة لبنانية بدي كل الحقوق متساوية مع كل حدا لبناني بغض النظر عن معتقده. إذا أنا كنت نائبة مش مواطنة، أنا اثنين بس هلأ نائبة، أنا بمثل كل اللبنانيين واللبنانيات، ومصرة أنه نطلع من النهج الطائفي ومن على فصل الدين عن الدولة. هيدا اللي عمل لك إيه؟ إذا أنا طالعة ما كذبت على حدا رامز، من وقت ما نزلت بالشارع، من وقت ما أنا ناشطة بالسياسة، بلنا بورقتنا نحن عم نقول مع فصل الدين عن الدولة، شارع الثورة الفصل الدين عن الدولة. سو أنا جاي متصالحة مع مبدأي، متصالحة مع مشروعي. يعني اللي رايح ما راح يكون متصالح مع مبدأه؟ أنا بدي أشوف بقى نهج يشبه الحكي اللي عم نحكيه. هي أول شيء. تاني شيء، هل نحن الناس عم بتموت من الجوع هلا؟ يمكن ما تنفتح المدارس، الناس عم تموت على البواب المستشفيات، سور لحد هلا 10 ساعات ما عندها كهرباء، الإقليم ما عنده كهرباء، طرابلس ما عندها مي، هيك مشاكل كل المنطقة. هلا بيجي بقول أنا تعوا سنة لنجتمع مع بعض، هل هو حل؟ هل هو الاصطفاف نرجع السنة؟ واصطفاف مسيحي هم منه اصطفاف للتشاور فقط، ولأنه تشاور على أساس سنة السنة. طب شو بيجمعني أنا مع هون الناس؟ إنه بس سنة على على على, على الإخراج الأيد، ولا بده يجمعني مشروع؟ بالعكس، أنا مع مشروع يؤدي، وأنا بس أقوم فصل الدين عن الدولة، بدي أحمي الدولة وبدي أحمي الدين. الدين ما خصه بالفساد، ما خصه بتفقير الناس، ما خصه بتجويع الناس، الدين أكبر من هيك بكتير. ما تفوتوا بقى بدهاليز السياسي اللي ما خصهم ببعض، خلي الدين أنظف والدولة نظيفة من الاستغلال، عدم المحاسبة لأنه طائفة ولأنه دين. ما فينا نسائل حدا. أنت بتعتبر أنه اليوم المرجعيات الدينية أو رؤساء الطوائف بشكل أساسي هن جزء من هذا النظام وأمنوا له الشرعية؟ طب ما أنت ما هيدا النظام أول شيء في لقله جذور أول شيء طائفية من مراجع دينية، في عنده بالمصارف وفي عنده بالزبائنية والمؤسسات الموجودة. طيب ما أنت المنظومة المصرفية نحن عم نحاربها من بقلب كل بسرية المصرفية. طيب إذا حدا عم يسمعك هلأ ممكن يقول أنه أنتوا عم تلتقوا هلأ الكتل، شو اللي بيمنع تزوري مثلا المرجعيات؟ من زورها ما عندي مشكل، ما مقاطعتها بس مقاطعتها. أنا بدي روح زور، مش نوضح أنا بدي روح زور مش لقاء سياسي، سياسي للنواب السنة. يعني أنا ما شايفة هيدا بيشبه أبدا، أول شيء لا بيرد على المشاكل الموجودة، وبعدين أنا الكهرباء اللي مقطوعة منصور غير الكهرباء المقطوعة بالإقليم الخروب، غير المي المقطوعة بطرابلس، هل في فرق؟ هل مشاكل نحن كلها هاي يعني ما أنا ما عم شوف إلا عبر سياسات عامة وتشريعات تعطي حقوق متساوية لكل الناس، ما عم شوف أبدا هيدا حل. أنا عم شوف هيدا عم يعمل مشاكل زيادة وعم بيخلي يزيد مثل الاستفاقة. شو بتقولي لنواب زملائك إذا رح يروحوا يحضروا من نفس؟ أنا بتمنى نجتمع على مشروع ونعطي الحقوق للمسلمين ولغير المسلمين وأي حدا تعرض لتمييز. يعني بتنتقدي مثلا في زملائك قبل فراس حمدان ومارك داو بس انتخبوا راحوا عند الشيخ العقل الطائفي الدرزية؟ ايه، ومش هيك عم قلك في اختلاف جوا. أنا من الناس اللي ما شفت هيدي، ما رحبت كتير بهيدي اللقاءات، بس أنا بحترم كمان خيارهم، بس كمان بتأكد أنه هني مع فصل الدين عن الدولة، كل اللي معي بتناعش، بس هني عندهم هني بيروحوا بيعملوا هيدي الزيارات. أنا بشوف أنه هيدي الزيارات هي تثبيت لهيدا النهج. مش هناك في اختلافات، بنحترم الاختلافات اللي بين بعض، وفي أرضية مشتركة كبيرة. هلأ ما بعتقد حدا منهم هن بيحكوا عن حالهم، ما بعتقد حدا منهم رايح على اللقاء هيدا اللي ب 22 الشهر أو 24 لكل نسب. ما راح يروح يعني إنه من 13 لا 24 اللقاء. أنا بعتقد مثل ما أنا عرفت ما حد حيروح. إيه، بس أنا عبرت أكتر بطريقة واضحة صريحة. وصريحة لأنه الناس حقها تعرف ليه، وحق مش أقول أنا والله مسافرة مش قادرة، لا أنا بدي أكون صريحة معهم أول شيء ومع الناس إنه
انا اذا رايحه ليش رايحه ليش واذا مش رايحه ليش وما رح اتخبى ورا اصبعي. اكيد في ناس رح تنتقدني وحقها تنتقدني على هالشيء، وفي ناس رح تكون معي وحقها تكون معي، بس انا ما برضى بالترهيب. ممنوع ممنوع ترهبوا حدا على اساس رايه وعلى اساس قراره، والترهيب ما رح يعني ما رح يعمل لنا ايدنا لورا، يعني ما رح يخوف.